السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اللي هو البريكس بيفيدك ان انت تنظم الشغل بتاعك. شفنا الرود ماب وشفنا الليست وتقدر تعمل فيه تاسكات. دلوقتي هنشوف البورد. البورد عبارة عن ان انا بضيف مهام متمهنة فيه، الحاجات اللي هتتعمل دي، الحاجات اللي بتتعمل دي، الحاجات اللي اتعملت مثلا هنا ديزاين مثلا او اي حاجة. الديسكريبشن بتاعها تبع اني تيم، وهنا بقى الخصائص بتاعتها تو بروبرتيز تو دو الوقت والاند ديت البروبرتي كل الحاجات دي ستيج تقدر تضيفها بالشكل دوت. ممكن لو حاجة خلصت بتروح قايل له دي في الدن ان دي خلصت، حاجة بدأنا فيها نحطها هنا في الدوينج. ممكن اقول له الزائد واقول له ده ال بروبرتيز ار الجنرال سبرنت الستيج يبقى ده فاضي. وطول ما احنا ممكن ننقلها من دي لدي مثلا، من بعد كده للدن. ممكن نشوف هنا الحاجات الخاصة بالجنرال أو بالديزاين، بس هنا ممكن نرتبهم. هنا ممكن بورد تايب، وهنا ممكن نعمل فلتر لو احنا حابين.